اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري. القناه بتتكلم على كل الحضارات من بدايتها لنهايتها، والنهارده ان شاء الله هيبدا كلامنا على هرم الملك جيت كارع. بالنسبه لهرم الملك جيت كارع، فهو مجمع هرمي مبني للملك جيت كارع من الاسره الخمسه في الفتره ما بين اواخر القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد ومنتصف القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد. والهرم ده بالنسبه للسكان المحليين اسمه هرم الشواف، والهرم ده اول هرم اتبنى في جنوب سقارة، وبيضم مجمع اهرام الملك جيت كارع، هرم رئيسي ومعبد جنائزي مبني على الوجه الشرقي من الهرم الرئيسي، ومعبد وادي مدفون تحت السقارة، وجسر مبني جزئيا، وهرم العبادة. وكان الهرم الرئيسي نواه مكونه من 6 درجات مبنيه من الحجر الجيري ومربوطه بعضها ببعض، ومغلفه بطبقه من المرات الجيري، ومغلفه بطبقه ثانيه من الحجر الجيري الابيض الناعم، واللي بيوصل ذروه ارتفاعها ل 52 متر ونص. وتم نهب غلاف الهرم وسرقة الخطوات السياسة اللي موجودة في قلب الهرم، تاركة الهرم بطول 24 متر. وبالنسبة لأبعاد هرم الملك جيت كارع، فدي نفس الأبعاد اللي تبناها الملوك المتعاقبين أو ما يسمون بخلفاء جيت كارع في بناء أهراماتهم ومجمعات أهرامهم ومعابدهم الجنائزية. وفي البنية التحتية لهرم الملك جيت كارع تم العثور على بقايا الدفن مجاورة لمومياء الملك. وبالنسبة للبنية التحتية الخاصة بهرم الملك جيت كارع، فدي اتضررت بشدة كبيرة جدا، وده بسبب لصوص الحجارة واللي كانوا بيحاولوا يسرقوا الحجارة من محاجر طرق. وبالنسبة للمعبد الجنائزي، فهو موجود ناحية الوجه الشرقي للهرم ويحيط بقاعة الهرم الرئيسية مبنيان كبيران. وتم اكتشاف مبنى كبير فيه عدد من الغرف الضيقة والطويلة، وتم الحفاظ على الشكل أو المخطط الخاص بالمبنى بواسطة الكتل التأسيسية الكبيرة، ولكن الهيكل الداخلي للمبنى ما تمش الحفاظ عليه بشكل جيد. وبالنسبة للمعبد الجنائزي، فتم تدميره وبالتحديد في الفترة الانتقالية الثانية أو عصر الاضمحلال الثاني، في الوقت اللي حكم فيه الهكسوس مصر أو احتل فيه الهكسوس مصر، واستخدم كموقع لدفن ملوك الأسرة الثامنة عشر. وفي الزوايا الجنوبية الشرقية للهرم يوجد هرم عبادة صغير مبني في سياج له بنية تحتية على شكل حرف T. وفي الزوايا الشمالية الشرقية من مجمع الهرم الخاص بالملك جيت كارع، تم بناء مجمع هرمي اخر خاص بالملكة ستحور. وبالنسبة للمجمع الهرمي الفرعي، فلا يعد اكبر مجمع فرعي تم بناؤه للملكة في عهد الدولة القديمة. وبالنسبة للمجمع اهرام الملكة، فده بيضم كل الاساسيات اللي موجودة في كل المجمعات الهرمية، بالاضافة لبعض المميزات زي غرف الانتظار وغرف التخزين، وبيضم برضو بعض المميزات اللي كانت محجوزة لمجامع اهرام الملوك فقط. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية نكمل كلامنا عن مجمع اهرام الملك جيت كارع، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما ينسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.